يقول أنا شاب مقبل على الزواج، لكن كلما تقدمت لخطبة فتاة تحدث لهم مصيبة، إما موت والدها أو والدتها أو أحد من عائلتها، أو تحدث للفتاة نفسها حادثة تبقى قريحة الفراش. ومنذ حوالي 6 سنوات وأنا على هذه الحالة، وقد تكررت معي هذه الحوادث. مع العلم أعالج الناس من المس والسحر والعين بالقرآن وبالأذكار المشروعة، فما نصيحتكم لي؟ عليك بالدعاء والتوكل على الله، عليك بالدعاء والتوكل على الله وعدم الاعتقاد والتشاؤم، تجنب هذا، والله سبحانه قريب مجيب. نعم. أحرم من الميقات وطاف وأدى العمرة بالطواف والسعي ونسي التقصير، ماذا عليه؟ باق عليه التقصير، يعيد ملابس الإحرام عليه إذا كان خلعها في أي مكان، في أي مكان، ما هو لازم في الحرم، إذا ذكر أو ذكر يعيد ملابس الإحرام عليه ويحلق أو يقصر وتتم عمرته.